اكتر حاجتين بيحددوا مسار الاشعه جوه العين هو القرنيه، هو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه قرنيه. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظاره. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الامام في عمليه تصحيح الابصار والحصول على نتائج رائعه. ابيض اس 2 يجي العين يقول لك انا جاي اعمل ليزك، معلش انت جاي تقلع النضاره، فسيبني انا اختار لك اللي يناسبك ايه. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون جامعه عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 25 بحثاً منشوراً دولياً، أكثر من 100 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلاً بكم، النهاردة يوم مهم جداً جداً في عالم الناس الحلوة، النهاردة عيون، والنهاردة يعني واحد من أعمدة الثقافة الطبية المصرية، أعمدة الناس الحلوة النهاردة ضيفي. وكمان الموضوع النهاردة موضوع يهم سكيل واسع، لأنه كتير من الناس عملت ليزك، كتير من الناس ناوية تعمل ليزك، كتير من الناس عملت وبتتابع، لأنه ده برضو يعني لازم يبقى في الثقافة. أنا عملت ليزك هل لازم أعمل تشيك أب؟ ده من ضمن الأسئلة اللي هسألها لضيفي، يمكن هبدأ بيها كمان، يعني مش نهاية العلاقة بيننا أن أنا أعمل ليزك وأروح خلاص. هل اتابع؟ طب كل قد ايه اتابع طالما الحمد لله ما فيش مشاكل؟ اعمل سيرفس يعني اجي بقى كل مثلا سنه سنتين عشان نفهم. لكن عنواننا النهارده عمليات الليزك وما يحدث حولها. يعني ايه؟ هنجهز العمليه ازاي، عمليه ثم ما بعد العمليه ممكن تحصل تظبيطات، مين اعلى من مين في الانواع، ده كلام مهم جدا. لكن خلي بالكم الناس كتير معتقدة مثلا التلفزيون بيأثر على النظر. هو الحقيقة علميا، وبرضو ضيفي هيصحح المعلومات دي، ان التلفزيون او الكمبيوتر ما بيسحبش النظر، لكن ممكن يسبب مشاكل تانية في العين زي جفاف العين، يزود الجفاف يخليه أسوأ، وده ممكن يعمل تشويش في الرؤية او مشاكل في الرؤية. الإضاءة الخافتة، إن الناس كتير تقول لواحد يدخل على أوضة مثلا، واحد قاعد في الأوضة تقول له أنت موطي النور ليه؟ الإضاءة الخافتة دي بتضعف النظر، برضو التصحيح هي مش بتضعف النظر، هي بتسبب إجهاد لعضلة العين. الجزر ما بيقويش النظر، يعني اللي عنده -7 هياكل جزر مش هيبقى -3، أو لو ما أكلش جزر في حياته السبعة دي هتحول لـ9. الكحل ما بيفتش العين في اي شيء، ما بيعالجش اي حاجه في العين، لان في معتقدات دي موجوده في حتت كتيره، وخصوصا مثلا في سينا، في البدو، في عندنا في العرب عموما عندهم اعتقاد في الكحل قوي، وفي الحتت الشعبيه عندهم اعتقاد في الكحل مهم قوي. برضو يعني هل السهر بيأثر؟ حاجات كتيره. كلمه ضعف الابصار دي كلمه احنا اي حاجه بنعملها بنقول لها بتضعف العين، مين اللي بيضعف؟ ده السؤال الذي يفرض نفسه. ضيفي العزيز القيم العلميه الكبيره والاسم اللامع مصريا وعربيا وعالميا في عالم جراحات العيون، اللي بنفتخر جدا بالحوار معه وبوجوده كركن ركين اساسي في الناس الحلوه، والدكتور ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عساف اللي بسعد جدا بزيارته وكالعادة يعني بشياكته. واحد حاجة من المتنافسين. لا 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 لا، واحد من قمم الشياكة يعني. الله يخليك، ده من ذوقك. نور دكتور. انت الناس الحلوة بتشوف كل حاجة حلوة. ربنا يخليك لي. انا بقى عايز ابدأ بس بالحتة دي قبل ما ادخل النهاردة في حلقة طويلة وفيها مضمون مهم قوي، لكن هل فعلا التلفزيون والاضاءة الخافتة بتأثر على العين؟ لا، زي ما احنا قلنا كده. لا لا لا، هي بيجهد العين يعني. انا دايما اجهاد للعين، ان هو مهما كان التلفزيون هي عباره عن شاشه، عباره عن بيكسل صغيره عشان تكون الصوره، ويندرج تحتيه كمان الموبايل والكمبيوتر والايباد، كلهم حاجات بيكسلز، فبالتالي بتبذل مجهود انت حضرتك علشان تفسر الصوره اللي قدامك او تفسر الكلام اللي قدامك. بيبقى العلاقه ما بين العين وما بين المخ يعني زي ما يكون يعني الاثنين بيشتغلوا مع بعض جامد قوي علشان يفسر الحاجه اللي قدامه، من غير انت ما تعرف او من غير ما انت تحس
غصب عننا ان احنا بنقلل معدل البربشه بتاعت العين. يعني المفروض ان انا اقفل عينيا وافتحها كامله كذا مره في الدقيقه، حوالي 18 مره مثلا، او ممكن يكون اكتر او اقل شويه صغيرين. لا، احنا ممكن احنا منبهرين باللي احنا بنشوفه بالعشاشه فنعمل كده. هو ده يعمل جفاف على طول، يعني يخلي الدموع تتبخر بسرعه، وبالتالي تحس بحرقان، تحس بزغلله في العين. كمان في نفس الوقت العضلات اللي جوه العين بتحاول تعمل فوكس على مسافه محدده طول الوقت، بتجهد بعد عدد معين من الساعات، فممكن تحس برضو ان نظرك مش قوي زي الاول. مش معنى كده النظر راح او اتسحب النظر زي ما بيتقال بالعاميه، لكن هو بيبقى فيه شويه اجهاد في العين، مجرد ساعه او ساعتين تريح فيهم او تنام شويه صغيرين تصحى تبقى زي الفل. السوشيال ميديا ليها ايادي سوداء على الطب بشكل غير عادي، انا شايف كده. من ناحيه اشاعات، من ناحيه الحاجات اللي بتطلع. ما هو ده طبعا للاسف يعني طبعا، بس احنا دورنا ان احنا نحاول نوضح الـ 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 الصح، المعلومه الصح، ومش كل المعلومات طبعا على السوشيال ميديا بتكون مظبوطه، يعني نسبه كبيره منها بتكون غلط. يعني مثلا انا بعتقد انه في مثلا حتت معينه او لصالح حد معين بدا يقولوا جمل غريبه، مثلا منظمه الصحه والاف دي اي بتعلق على الليزك تعليقات معينه. ده انتشر من فتره فعلا ان هو ان الاف دي اي اللي هي منظمه الاغذيه والادويه الامريكيه منعت الليزك. طبعا حاجه زي كده احنا كدكاتره هنعرف قبل اي حاجه، يعني هو مش هيمنع الليزك ويسيبنا احنا شغالين، هو هيبعت لنا اي حاجه، منشور دولي اي حاجه، يا دكاتره وقفوا ما تعملوش ليزك. لكن نصحى الصبح نلاقي في حاجه موجوده على منصات التواصل الاجتماعي ان الليزك خلاص بقى محرم دوليا. طبعا احنا دخلنا وبعتنا وشفنا. هي القصة ببساطة شديدة ان في دكتور من الدكاترة اللي هم ادوا تصريح بعمليات الليزك سنة 1999، يعني الليزك واخد تصريح في امريكا من سنة 1999. في دكتور قال احنا لازم نراجع الموضوع ده علشان في مشاكل ظهرت من الليزك، لان اي حد بقى يعمل ليزك، اي حد من مقصود بيه اي مريض واي دكتور بقى يمد ايده يعمل ليزك. فقال لا، احنا لازم نراجع، يعني نحطه في بوتقة او في منظومة معينة على اساس ان احنا نضمن نتائج احسن من دلوقتي. هو يقصد اي دكتور عيون. بالظبط، لانه مش اي دكتور عيون برضو يعمل. بالظبط بالظبط. فهو ما محرمش ولا اتمنع ولا الكلام ده، والليزك حتى هذه اللحظة بيتعمل في اوروبا وامريكا والدول المتقدمة، يعني مفيش فيه حاجة. هو صحة عالمية كبيرة طبعا يعني. هو التصحيح ده معناها اللي هو زي ما بيقول إعادة ترخيص الامور، يعني عايز يقننها بصوره تانية، بحيث انه مش إن اولا الليزك بيبقى فيه جفاف في العين، الليزك ممكن يبقى فيه تدهور في النظر لو العمليه تمت بصوره خاطئه، لو العمليه تمت في عين ما ينفع عليهاش ليزك. فهو بس عايز ينظم الموضوع ده شويه، دي كل القصه. ودي حاجه مهمه، انا شايف ان دي حاجه مهمه جدا، علشان ان الليزك من انجح عمليات العيون، يعني تقريبا من اول ما اتعملت تخصص طب وجراحة العيون دي أنجح العمليات وأشهر عمليات بتتعمل على مستوى العالم. فبالتالي مش ممكن هي تمنع أو يحرم دوليا إلا لو في مشاكل. في مشاكل طبعا بعد العملية بنتيجة ممارسات خاطئة، معظمها مش نتيجة عيب في العملية نفسها. طيب هيبقى سؤالي له شقين، ماذا يحدث بعد عملية الليزك في الحالتين؟ في حالة لو حد مش مؤهل قوي، مش متخصص في الليزك، هو دكتور عيون بس مش متخصص في الليزك عملها، او حتى لو متخصص وعملها بس في اكيد اي شيء في اي بروسيدر في الدنيا له حاجات ممكن متوقعه، شويه جفاف، شويه مشاكل في الاضاءه، نفهم دي ونفهم دي. خلينا ناخد الشق الاولي، الشق الثاني اسف، اللي هو المريض عمل عمليه ناجحه جدا مع دكتور استشاري او مع دكتور متخصص في الليزك، وهو فاهم هو بيعمل ايه، والعين ينفع لها الليزك، وكل شيء مشي كويس. مش هيبقى تاني يوم على طول يعني شايف بنسبة 100%، لازم يتوقع ان يبقى فيه شوية جفاف، فيه شوية احمرار، فيه شوية حرقان في العين. بعض الناس بيحسوا بأعراض جفاف، أعراض الجفاف دي بتتراوح ما بين إحساس بالحرقان في العين، إحساس بساعات شبورة في العين، إحساس ان هو ممكن يكون عينيه حمراء. فلازم يتوقع المريض ان بعد العملية هيبقى فيه مرحلة أو فيه فترة نقاهة، مش هيبقى النظر 6/6. ما يتوقعش ان هو يطلع من الليزر تحت جهاز الليزر
وينزل يسوق العربية مرة واحدة، لا هيبقى الرؤية مش واضحة، في ضبابية في الرؤية، يمكن يكون أحسن من قبل ما كان داخل العملية، لكن مستوى النظر برضو يكون فيه شوية شبورة، فبنقوله ما فيش داعي تنزل تسوق العربية على طول. فلازم يتوقع أن يبقى فيه شوية احمرار في العين، في شوية حرقان في العين، في شوية شكة، ممكن يحس كأن في حصواية أو رمش غريب موجود في العين، وممكن يكون في ضبابية كمان في الرؤية. دي أربع حاجات لازم كل مريض هيعمل عملية الليزك ولو هي ناجحة 100% هيحس بيها. هيحس بيها تتراوح ما بين فترة 4 ساعات، 6 ساعات، يوم، يومين، وتتلاشى تدريجيا. هي مش هيصحى من النوم مرة واحدة يلاقي الأعراض دي راحت خالص، لا، ممكن تقعد معاه شوية وتتلاشى تدريجيا. بعد كده هوت بيبقى فيه جفاف في العين، أعراض الجفاف هتلاقيها بتروح وتيجي كل شوية، اللي هي الاحمرار والحرقان والشكشك. من حين لآخر لازم يستخدم قطرات الترطيب، لأن هو الجفاف ممكن يستمر بعد العملية من 2 إلى 6 شهور. يعني في جفاف هيبقى موجود في العين من 2 إلى 6 شهور، ودور الطبيب هو يحدد هل مستوى الجفاف اللي قبل العملية يناسب الليزك ولا يحب يعمل عملية تانية علشان مستوى الجفاف اللي في العين دي عالي ما يتناسبش مع الليزك. يبقى عايزين نوضح نقطة هنا، هو إن الليزك هيعمل جفاف في العين، فلو العين ما فيهاش جفاف قبل العملية هيبقى في نسبة معينة من الجفاف بعد العملية تستمر من 2 إلى 6 شهور وخلاص. احنا عادة معظمنا بنسبة 99% عندنا جفاف نتيجة الحياة العصرية اللي احنا بنعيش، كلنا بنقعد على الموبايل والكمبيوتر وبنقرأ والآيباد والتكييف والحاجات دي كلها، وبنسهر كتير والتلوث والتراب والعفار والحاجات دي كلها، فعندنا نسبة جفاف. فهي لو كان نسبة الجفاف محدودة بحيث يسمح معاها عمل الليزك مفيش مشكلة، هتحس بأعراض الجفاف زايدة شوية بعد العملية وتتلاشى تدريجيا بعد كده. لو نسبة الجفاف عالية قوي يبقى هنا في هذه الحالة بنستبعد الليزك، أو لازم نعالج الجفاف بصورة قاسية جدا قبل العملية، قبل ما ناخد قرار عمل عملية الليزك. فأي مريض هيعمل عملية ليزك لازم يتوقع في فترة نقاهة. فترة النقاهة دي مهمة جدا، أشهر حاجة فترة النقاهة هي الجفاف بتاع العين. مهم جدا كمان هو ما يدعكش دفع عينيه، الإيد مصدر تلوث، ممكن ينقل الميكروبات يحطها على عينيه، حتى لو كانت إيديه نظيفة أو بيغسلها بماء صابون كويس قوي، مهما كان هي مصدر تلوث. حاجة تانية، الأنسجة لسه ما التأمتش بصورة كاملة، فبالتالي ده ممكن يحرك الأنسجة من مكانها يدخل نفسه في مشاكل ملهاش لازمة. طيب اللي هو الجزء بقى اللي هو ده الجزء الحلو، ده الجزء اللي هو طبيعي، طبيعي جدا ومفيش اي مشكله، وكل الحاجات اللي احنا قلناها كلها حاجات سيمبل، وزي ما حضرتك قلت كل حاجات مؤقته، يعني في كام يوم هيختفي. لو العين بقى ما ينفع لهاش ليزك، لو واحد بقى ما خدش باله، يعني ما خدش باله عملها لحد ما ينفعلوش مثلا، مش محترف مثلا، نفترض. فبالتالي هي الاعراض دي هيمر بيها برضو كلها كانها العمليه ناجحه وزي الفل ما فيش مشكله، لكن مشاكل بتظهر بعد كده اهوت. بعد كده اهوت ازاي؟ اولا لو كانت نسبه الجفاف كانت عاليه قوي قبل العمليه، فاعراض الجفاف هتستمر معاه اكتر فتره طويله، وبالتالي هيبقى مستوى الرؤيه مش حلو. اهم طبقه غير القرنية وغير العدسة بتاعت العين علشان أشوف كويس طبقة الدموع. طبقة الدموع مهمة جدا علشان انكسار الأشعة جوه العين تكون منتظم، فلو طبقة الدموع دي فيها نقص شديد اللي هو جفاف شديد يبقى هنا هو أنا مش هشوف كويس، فدي هتستمر معاه فترة أطول. الحاجة التانية لو هو القرنية نفسها كنسيج رخو أو ضعيف وتعمل ليزك، هيحصل تمدد في نسيج القرنية. التمدد ده مش هيحصل ما بين يوم ولا 2 ولا شهر ولا شهرين، لا، ممكن بعد 6 شهور، بعد 1 أو 2 سنين المريض يحس بتدهور في النظر وتدهور سريع، ويكتشف بعد كده انه محتاج يلبس نظارة، وقد يكون المقاس النظارة اللي هيلبسها أسوأ من النظارة اللي كان لابسها قبل كده، لان القرنية فيها ضعف، فيها ضعف من الاول، وبالتالي انبعاج، حصل تمدد فيها وحصل انبعاج، بالظبط زي ما بعض الناس بيجي لهم حاجه اسمها قرنيه مخروطيه. قرنيه مخروطيه هو ضعف طبيعي، المريض نفسه مولود بضعف في القرنيه نتيجه عوامل وراثيه، فبيحصلها تمدد من غير ما يحصل، من غير ما نعمل له عمليه خالص. لكن في قرنيات هي من الاول ماسكه نفسها وخيرها كافي شرها، هتيجي تلمسها بالليزر يحصل التمدد في الانسجه
وتتحول إلى ما يشبه القرنية المخروطية، والمريض هنا يكتشف إن في تدهور سريع في النظر بتاعه، ودي بتبقى بنشوفها كتير قوي بالذات الليزك مش الفيمتو ليزك، لأن الليزك أنا بستخدم مشرط في خطوة من خطوات العملية، المشرط ساعات بيشيل طبقة سميكة من القرنية أكتر ما كنت أنا مخطط لها. فمهم جدا إن إحنا نعرف أنهي واحد يناسبه الليزك وأنهي عين يناسبها الليزك، والتكنولوجي اللي هنستخدمها وقت العملية نستخدم أعلى تكنولوجي موجودة علشان نضمن أحسن نتيجة ممكنة. ممكن ده السؤال التاني بقى، لأنه دايما ناس بتسأل السؤال المشهور أو أعمل إيه، ليزك ولا فيمتو ليزك ولا بي أر كي ولا فيمتو سمايل، الأنواع دي بنسيبها دايما للدكتور هو اللي بيحدد الأنسب. هناخد أمثلة سريعة كده. هوت الليزر السطحي هو ظهر قبل الليزك بالمناسبة، اللي هو البي ار كي، اللي هو البي ار كي، بس هو طبعا دلوقتي فيه حصل تطور كبير قوي دلوقتي وبقى يعني متقدم جدا. فالبي ار كي ان انا اللي هو ان انا بسلط شعاع الليزر على سطح القرنية، بنشيل بس شوية الخلايا بتاعة الخلايا، بس طبقة بسيطة من الخلايا. طبعا ده قديم يعني، احنا كده كنا بالاول بنشيلها بحاجة كده زي مكنسة، لا دلوقتي بقينا هنشيلها بالليزر نفسه. وبعد كده شعاع الليزر ينزل يصلح سطح يصلح عيوب الابصار على سطح القرنيه. الليزك لازم اعمل قطع في القرنيه، انا ببعد المنطقه او الطبقه الحساسه اللي فيها الاعصاب بتاعه القرنيه، دي الطبقه السطحيه اللي فيها الاعصاب اللي هي المريض هيحس بالالم، بنبعدها عن مسار الليزر، فبنعمل قطع بالفيمتو ليزر بهذا الشكل كده. هو كنا زمان بنعمله بالمشرط، بقينا دلوقتي نعمله بالفيمتو ليزر، وبعد كده المريض بيتحط تحت جهاز ليزر تاني اسمه اكزيما ليزر علشان يصلح عيوب الابصار. بعد ما بنخلص بنرجع الشريحه دي تاني مكانها. الفيمتو سمايل اللي هو ظهر ان انا نفس الطريقه، ان انا بشكل او بغير تحدب القرنيه عن طريق ان اعمل قطع بس على مستويين جوه القرنيه، مش مستوى واحد، مستويين، كاني بشيل عدسه من جوه القرنيه نفسها. بس الميزه هنا هو ان انا ما لمستش الطبقه بتاعت الاعصاب خالص ولا عملت فيها اي قطع خالص، انا نزلت تحتيها. فهنا هو الفيمتو سمايل ممكن يكون أنسب للناس اللي عندهم جفاف العين. خلاص دي رقم واحد. فلو واحد عنده جفاف عين وإحنا شايفين إن هو يعني الفيمتو ليزك أو الليزك مش هيبقى مناسب بالنسبة له، فإحنا ممكن نفكر في الفيمتو سمايل. لو لقينا القرنية نفسها طبيعية جدا ما فيهاش مشاكل خالص بس هي رفيعة شوية، بنفضل ان احنا ما نعملش قطع في القرنيه، بنفضل ان احنا نستبعد الفيمتو سمايل ونستبعد الليزك او الفيمتو ليزك، ونعمل هنا هو في هذه الحاله ليزر سطحي. بس بننبه ان المريض احنا هننزل شعاع الليزر على سطح القرنيه اللي هي المنطقه اللي فيها طبقه الاعصاب اللي هي تحس بالالم بعد العمليه، فبننبه المريض ان فتره النقاهه هتبقى سخيفه شويه، في شويه حرقان وشكشكه في العين 4-5 ايام، في شبوره في العين قبل ما الانسجه تلتئم تاني، تقعد حوالي اسبوع او اسبوعين. لازم المريض يبقى عارف الكلام ده علشان يبقى عامل حسابه اذا كان عنده سفر ولا حاجه زي كده ياجله، او يختار توقيت العمليه بما يتناسب مع شغله علشان يعرف ياخد اجازه من الشغل بتاعه. فالاختيارات العمليه هنا بتعتمد على الطبيب الجراح. ممكن نستبعد كل الكلام ده ونقول احنا هنعمل زرع عدسه، يعني ممكن نستبعد كل الليزر وفيمتو ليزك والليزر السطحي، ما ينفعش ولا حاجه من دول، وانسب حاجه للمريض في هذه الحاله نعمله زرع عدسه. فالاختيارات طبعا لازم تكون للجراح نفسه. هو ده كان سؤالي، يعني امتى بقى هروح لزرع العدسه مثلا؟ اعتقد الموضوع محتاج حلقه لوحده، لانه زراعه الحساسيه دي حلقه، واضح انه احتياجاتنا دلوقتي لزراعه العدسه بقت كتيره، لانه ناس كتير من اللي نظارها بقى سالب 11 و12 و13 و15 محتاجين يقلعوا النظاره، وبنعملها زرع عدسات لسالب 2 وسالب 3 وسالب 4 بالظبط، ما بقتش سالب 11 بالظبط، لان هو الموضوع العدسات كمان تقدمت جدا، وفتره النقاهه بقت سريعه قوي، وبتتزرع من زرع من فتحه صغيره جدا، وعلشان نسبه او معدل انتشار جفاف العين منتشر جدا بيننا كلنا بسبب الحياه العصريه بتاعتنا، فإحنا احنا بنفضل ان احنا نعمل عمليه ما تؤديش الى حدوث جفاف بعد العمليه حتى لو فتره مؤقته. فبقينا نستبعد كمان يعني معدل حتى ان احنا نستخدم الليزر في تصحيح الابصار زي الليزك والليزر السطحي، لو قارناه من 20 سنه فاتت لدلوقتي لا المعدل قل،
والكفه دلوقتي ما يتمشي اكتر في ناحيه زرع العدسات اكتر. عايز اوضح بس نقطه، ان احنا زرع العدسات احنا نقصد ان احنا بنحط عدسه فوق عدسه العين، مش بنشيل عدسه العين الاصليه ونحط مكانها عدسه تانية. دي عمليه الميه البيضاء. لكن انا بتعامل مع شخص ما عندوش ميه بيضاء، عنده 20 سنه او 30 سنه، فانا بحط عدسه فوق عدسه العين الاصليه، بدل ما يبقى عدسه لاصقه او عدسه في صوره نظاره بحطها فوق عدسه العين. العمليه دي بقت ناجحه جدا، بقينا نعملها كتير بمعدل اكتر بكتير من العشر سنين اللي فاتت. هروح بقى لسؤال محاكاه، سؤال بيحكي لنا قصه مهمه من قصص العيون، تعالوا نشوف مع بعض. دكتور انا بقالي سنين يمكن اكتر من عشر سنين بستخدم عدسات لاصقه لاني بفضلها اكتر من النظارات. دلوقتي عايز ابطل استخدمها خالص واعمل تصحيح ابصار، بس قريت على النت انه في تعارض بين الاستخدام الطويل للعدسات اللاصقه وعمليات تصحيح الابصار، هل ده صحيح؟ ده سؤال برضو منتشر قوي، لانه في ناس معتقده يعني انه طالما لبس عدسه فترات طويله عدسه لاصقه هيبقى صعب نعمل تصحيح ابصار. لا، هو كل المشكله ان لبس العدسات بالذات لفترات طويله بيغير شكل القرنيه، يعني القرنيه كسطح خارجي احنا بنحط عليه العدسه اللاصقه بتغير شكل القرنيه، فبتدينا اشكال مختلفه من القرنيه ما بتبقاش اشكال طبيعيه. يعني ما اقدرش ابني عليها قرار لعمل عمليه الاصلاح الابصار والمريض لسه قلع العدسات. فلو هو بيلبس عدسات فترات طويله يبقى مطلوب منه يقلع العدسات لفتره قد تمتد الاسبوعين قبل ما يعمل فحوصات الليزك، فما فيش اي معارضه ما بين لبس العدسات وعمليات اصلاح الابصار، لكن مفروض ان يبقى في فتره في النص تتخللها عدم لبس العدسات خالص، تتراوح ما بين اسبوع اسبوعين ساعات 3 اسابيع او 4 اسابيع على حسب هو كان بيلبس العدسات فتره بقى لها قد ايه او عدد ساعات كبير في اليوم، علشان نعرف نعمل فحوصات مظبوطه وناخد القرار بصوره مظبوطه. تنورتني واسعدتني وكالعاده امتعتنا بحوار ممتع جدا في انواع الليزك وما يدور حول الليزك اب تو ديت في 2020. كل الاحدث دايما هتلاقوه في الناس الحلوه اكيد مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد عساف، استاذ طب وجراحات العيون الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس وعميد كليه الجراحين الملكيه بين البريطانيه والجمعيه الامريكيه لطب وجراحات العيون والجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء والجمعيه الامريكيه لاصلاح عيوب الانكسار. نورتنا وشرفتنا وكالعاده ابدعت. الله يخليك، متشكرين جدا على الاستضافه. ده اللي متشكر جدا على الله يخليك. خليكم دايما مع الناس الحلوه.